لا شيء ما نظنش يخدم الفريق، وغير شيء غير مقبول. إذن على المساهمين بغض النظر الاختلافات، بغض النظر الاختلاف، لازم على الأقل أنهم يجيو هنايا ويتكلموا وش في الوجه وش كاين، ويساعدوا الفريق، لأنه البوان دورك في هذه الحكاية سي الفريق. إكس وإيراك مشي وما ينضرين، اللي يتضرر هو الفريق. وحقيقة لحد الآن أن جباري وحده هو اللي راه يسير في الفريق، ما لقاش يد المساعدة. دونك هذا هو، لازم الزاكسيونير هادو لازم يتقدموا، بغض النظر أونكور أون فوا، بغض النظر الاختلافات التي يواجهوها، مي لازم يبانوا الفريق راه في مرحلة فريمون صعيبة. النتائج حقيقة ما نخبيوش، كما قال لك الشوز بالغربان، النتائج راهي مليحة حقيقة، بصح رحنا على كما قال لك حافة